السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة وملخص جديد. سنتحدث عن بعض الأحداث التي ستكون الشهر القادم. كالعادة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة، كذلك لا تنسوا إخوانكم من دعائكم ولشهدائنا بالرحمة. نبدأ بهذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. أول ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو سيكون حديثنا عن إسلام مخاشاف. إسلام مخاشاف سيدافع عن لقبه للمرة الثانية ويعود للمرة الثانية في هذا الموسم ضد داستين بوريه، المقاتل المخضرم في المنظمة، له خبرة كبيرة جدا ومعروف لمتابعي اللعبة بالطبع. سيكون قتالهما في أول الشهر قتال كبير جدا لإسمين كبيرين في المنظمة. سيكون القتال تكتيكي ربما، بما أن داستين بوريه يعتبر ملاكم رائع جدا، لديه ما يمكنه من فوز خاصة على الواقف، لديه الدقة الكبيرة مع إخراج قوة متناسبة مع ذلك، يعني ليس بمتهور. رأيناه بقتاله ضد سان دوني، أيضا في قتاله ضد مايكل تشاندر، صحيح خسر ضد جاستين جيجي عفوا، لكن هذا لا يقلل من قوته وخطورته في المنظمة، وخاصة هذه الفرصة الأخيرة له قد نقول لكسب والحصول على لقب كبطل في المنظمة. يعني الانترم شامبيونشيب لا تعتبر ذات أهمية ولن تذكر في التاريخ. في المقابل إسلام مخاشاف سيؤكد على أنه البطل غير قابل للنزاع، أعتقد أنه سيعتمد على المصارعة والقتال على الأرض، فهي تعتبر نقطة ضعف داستين بوريه، وشاهدنا هذا الأمر لعدة مواجهات كان يخسرها داستين بوريه، خاصة لو أخذ ظهره سيمكنك من إنهائه إن أتعبته. مع ذلك لا أنصح أنه يقابله وجه لوجه على الواقف كما فعل ضد ألكسندر فولكانوفسكي في القتال الأول، سيعتبر خطر مقارنة مع القتال الذي قلنا حاليا. يعني داستين بوريه خطير، إن واجهته لكمة بلكمة، ربما إن اعتمد إسلام على القتال من خارج الرينج واستعمال الكيكس، خاصة كيكس خاصة قوية، قد رأينا مؤخرا أن الكيكس العلوية قد تطيح بداستين بوريه، ربما سيعتمد إسلام على هذه الخطة، الله أعلم، لكنه يجب عليه أن يتدرب، وهو حقيقة مقاتل موهوب متمرس يعمل بجد على كل خططه قبل أي قتال. كملخص صغير هذا ما أراه، وإن نجح في هذا القتال سيواجه ساروكيان، ربما سيقاتله في أبوظبي أو في الجاردن في نيويورك، وهذا ما يريده حاليا، وما قد صرح به إسلام مخاشاف أن رغبته يريد القتال في آخر السنة بنيويورك وليس في أبوظبي. لكن لما نرى، يعني حسب رأيي أبوظبي تعتمد على حضور مقاتلي المسلمين بشدة، يعني لا يمكنها إحضار أي مقاتل آخر، ولكننا سنرى ماذا سيحدث بعد القتال إن فاز على داستين بوريه. هل ساروكيان هو القتال القادم لإسلام مخاشاف إن فاز على داستين بوريه؟ بنسبة 90% أعتقد أنه هو القتال المنتظر والقتال الذي يريده إسلام مخاشاف لإسكات الجميع، وإسكات ساروكيان أولا وإسكاته وإخراصه للأبد. يعني فزت عليك في القتال الأول، لكنك تأخذ الحجة أنك كنت في بداياتك، كنت صغير السن، لست متمرس، الآن ربما إن فزت عليك بشكل جيد وبأداء رائع ستصمت وتغلق فمك للأخير. وهنا نأتي للسؤال المطروح بشدة هذه الأيام، هل ساروكيان لم يقبل القتال في هذا الشهر القادم؟ يعني لأنه ساروكيان قبل داستين بوريه هو الذي اتجهت إليه المنظمة كمواجه لإسلام مخاشاف، لكنه رفض. أنا بالنسبة لي معه بشدة، وهنا يبين أنه ساروكيان مقاتل موهوب وكذلك ذكي وليس بالغبي، وتجنب ما حدث لكثير من القاتلين الذين ما يصدقون أن يتحصل على الفرصة ويخافون من المنظمة فيسارعون لأخذ الفرصة، لكن مع فشلهم، وذلك لأسباب عديدة منها عدم كفاية الوقت للتدريب، أيضا عدم حصولهم على وقت كافي للراحة من معسكرهم الأول، وهذين سببين رئيسيين قد أديا
الى رفض ساروكيان لعرض اليو اف سي للقتال على اللقب الشهر القادم. بعض المقاتلين كمايكل تشاندلر صرح بأن تاروكين قد فرط في فرصته، لكن لما ترى تاروكين ولما واعتمد على الأسباب التي ذكرناها عفوا، كذلك قتالك ضد إسلام خشاف يجبرك على التحضير وأخذ مدة كبيرة مقبولة تساعدك على التحضير لمقاتل من هذا العيار. يعني أنت ما تدخلش مثلا ضد مش بطل الفئة يعتبر أحد أفضل المقاتلين بدون تحضير جيد وبدون أخذ راحة، وثم تذهب وبعدها تندم وتقول يا ليتني كنت كذا وفعلت كذا وربما استراحت وربما إن كان أدائي أفضل كنت أخذت فرصتي على محمل الجد وأخذت فرصتي لأكون البطل. يعني لا نريد أن يحدث لنا مثل ما حدث لألكسندر فولكانوفسكي في القتال الثاني، مع أنني ضد الناس الذين يقولون أنه لو حصل على وقت كافي كان يفوز، وأداءه القتال الأول مكانه أعطى الفرصة قد يفوز إن حضر أكثر. لماذا؟ لأن الضربة القاضية خسارتك بها، لا يهم إن تدرب 10 سنوات 100 سنة يومين ساعتين، لأنك سقطت في الجولة الأولى كنت في كامل قواك العقلية في كامل قواك الجسدية في كامل الفورما، هنا لا يمكنك أخذ بالعين الاعتبار أنك خسرت بسبب عدم تحضيرك. عدم تحضيرك يكون نتيجته أنك في جولات الأخيرة ستبدأ بالتعب، وهنا نقول أن الرجل لم يحضر لم يكن لديه الوقت. الضربة القاضية يؤثر عليها وقت تدريبك، إن حدثت لك ضربة قاضية في أثناء التدريب وهنا لك تحصلت على كونكاشن يعني ارتجاج، هنا نسبة كبيرة ستعيد نفس النتيجة وستتلقى ضربة قاضية في القتال. المهم يعني تاروكين بالنسبة لي أخذ القرار الصحيح، حاليا لا يوجد أحد أكثر منه في التصنيف، هو المصنف الأول ومنه فرصته شبه مضمونة للقتال ضد إسلام خشيف إن فاز، أو القتال ضد داستن بوريه في آخر السنة. هنا نأتي لقتال أيضا آخر ومواجهة أخرى بين مايكل تشاندلر وكونر ماكريغر، الأيقونة وأحد الأيقونات وأحد المقاتلين المشهورين في اللعبة، بحيث سيتم القتال في آخر الشهر. وهنا إن فاز كونر ماكريغر، هل في اعتقادكم أنه سيتحصل على فرصة للقتال على اللقب ربما ضد داستن بوريه لأنه يدعي أن المنافسة بينهما لم تنتهي، أو ضد إسلام خاشاب كرايفري بين الفريقين يعني حبيب وكونر، وكونر سيكمل الطريق ويقاتل أحد هذا الفريق المشهور وهو البطل الحالي؟ والله لا تعرف كيف ستتصرف المنظمة مع كونر ماكريغري. حاليا هم لا يريدون أن يعطيه اللقب لأسباب، الرجل لا يتدرب بشكل جيد، سنتين لكي يقاتل مايكل تشاندلر يعني تريسك، لو فاز مثلا باللقب هل سيدافع عنه؟ هو معروف أيام البرايم الخاصة به لم يدافع عن أي لقب، لا الفيذر ويت ولا اللايت ويت، لا في اليو اف سي ولا في المنظمة السابقة كيج ووريرز، لم تخني ذاكرة. الرجل مستهتر خاصة الآن أصبح غني يعني بشكل كبير، لن تستطيع إجباره على القتال ومواجهة أخرى. هذا بالنسبة لي أحد الأسباب التي أرى أنهم لن يعطيه فرصة القتال على اللقب، والله أعلم يعني هو شخصية مشهورة لديها تأثير كبير على المنظمة، يعني هو ضد إسلام خاشاف سيكون خاصة لو تم القتال في الجاردن سيكون جالب للأنظار بشكل كبير جدا، قدر يلحق نفس قوة الحدث الذي كان بينه وبين حبيب نورماغوميدوف، والله أعلم. وهنا بما أننا نتكلم عن احتمالية القتال على اللقب، هنالك طرف آخر لديه احتمالية كبيرة للقتال على لقب اللايت ويت ضد إسلام خاشاف قبل بعد تاروكين أو قبله ربما، وهو ماكس هالوي. ماكس هالوي بعد فوزه المثير الرائع جدا ضد جاستن جيجي الذي خسر كل فرصه للقتال على اللقب، حاليا لديه فرصة للقتال إليا توبوريا، وإن فاز على إليا توبوريا ماكس هالوي تقريبا قد فرغ الفئة قبل قتاله على اللقب، يعني واجه كل المصنفين الذين كانوا يتصدرون المشهد مع
عدم مصفر كيفلايف، يعني فاز على الجميع تقريبا، ولديه الآن فرصة، وخاصة بعد فوزه بلقب البي ام اف على جاستن جيجي كما قلنا بتلك الطريقة وذلك الإنهاء وذلك الأداء، الآن قد يقاتل ويفوز على إيليا توفوريا. لم يوقع له ما يفعله في الفيدرويت، وخاصة الآن أن ثبت قدرته على القتال على اللايت ويت بشكل رائع جدا، أفضل من الفرصة السابقة التي كان ضد داستن بوريه. يعني الآن كل شيء ممهد له للقتال على لقبه الثاني في فئة اللايت ويت عفوا، خاصة إن فاز داستن بوريه على إسلام مخاشاف، ومعناه هنالك فرصة قادمة لإعادة الحدث وبعثه من جديد هو ضد داستن بوريه على لقب الوزن الخفيف. أحداث رائعة جدا، كارد رائع جدا، إسلام مخاشاف ضد داستن بوريه كما قلنا حدث رائع جدا، أسماء معروفة في اللعبة، إسلام هنا ليثبت ويكتب التاريخ. وهنا نأتي لنقطة أخرى، إن فاز إسلام مخاشاف ضد داستن بوريه ثم دافع عن لقبه مجددا ضد ساروكيان، حاليا ليس لديه من يواجه في فئة الوزن الخفيف. تقريبا المصنفين هزموا بعضها البعض، المصنفين الجدد بعضهم خسروا ضد المخضرمين كساندوني كفيزيف. يعني حاليا الجديد هو تساروكين هو المصنف الأول حاليا، تشارلز أوليفيرا خسر، جاستن جيجي لا أعتقد أنه سيقاتل مجددا وقد صرح بذلك أنه يريد راحة لستة أشهر، يعني سيعود بعد سنتين هذا إن لم يعتزل. وهنا ما رأيكم؟ وأعتقد أن إسلام مخاشاف لديه كل الحق بالصعود لفئة الوالتر ويت والقتال على لقب تلك الفئة. يعني لو فاز ليون إدواردز على بلال محمد فلا أحد يمكنه منع إسلام مخاشاف من القتال على اللقب ضده، يعني من سيقاتل ليون إدواردز؟ هنالك صحيح مصنفين كشافكات وإيانجاري، حاليا إيانجاري يريد قتال كوبي كافنتن، شافكات في كلام عن مواجهته لمادالينا، يعني لو حدثت هذه المواجهات يبقى فعلا، خاصة لو قاتل بلال محمد ضد ليون إدواردز. أنا أتمنى فوز بلال طبعا، لكن المنظمة حاليا متسترة ولا تريده متصدر للمشهد، ربما لأسباب أخرى، ربما لما يحدث حاليا في فلسطين، قد لا يريدون رفع العلم أو تصدير مشهد أنه فلسطيني فاز، خاصة حاليا أن المنظمة لديها ضغوطات من رؤسائها من أطراف أخرى لعدم الكلام على هذا المشهد. لقد رأينا ما حدث في أبو ظبي لما الناس أرادت الكلام، تم قطع حديث إسلام مخاشاف، منع المقاتلين من إحضار الأعلام الفلسطينية أو ما إلى ذلك. يعني هذا السبب حاليا بدأت أشك به كثيرا، وأرى احتمالاته مرتفعة لعدم إعطاء الفرصة لبيلال، خاصة أن الرجل فاز 4-5 مقاتلين مصنفين، لديه ويسري كبيرة جدا، هي الثانية بعد البطل، البطل يتهرب وليس يعني خوفا، إنما لا يريد إعطاء الفرصة وما إلى ذلك. يعني إن كان القتال في مانشستر حسب ما نراه من شائعات بين بلال وليون إدواردز، وإن فاز ليون فلا أرى من مانعا من قتاله ضد إسلام مخاشاف، خاصة إن فاز على المصنفين الحاليين ودفع لقبه بنجاح في فئة الوزن الخفيف. أنا حاليا لا أرى أن حمزات سيقاتل أو سينزل الوزن الوالتر ويت، أرى أن فرصته أفضل حاليا لفوزه بالميدل ويت، وأشجع على متابعته لتلك الخطة أفضل. وهنا نأتي ليو اف سي سعودي عربيا، أول حدث لليو اف سي في المملكة حاليا، هي نقطة جيدة جدا للمملكة العربية، محطة أخرى ونجاح آخر في استقبال عروض الفنون القتالية، خاصة بعد تغطيتهم للبي اف ضد بلاتور، تغطيتهم الرائعة للنزالات القوية للملاكمة. مع أني حاليا يعني عندي مشكل وحيد مع تغطية المملكة لهذه العروض، لهم تأخيرهم للوقت، يعني المرة الماضية أنا لم أستطع السهر الثانية ليلا، يعني وهو كان التوقيت 4 صباحا قتال جوشوا ضد أنغانو، أنا والله تعبت، يعني لو جاء التموها 12 منتصف الليل بتوقيت المملكة كان أفضل وأفضل، سنشاهده مثلا أنا في الجزائر، سنشاهده 10 ليلا 9 ليلا، يعني 1 صباحا، والله اتعبني الامر، يعني هذه نقطه انه
يخطط للعرض بشكل جيد جدا، أن القطاع الرئيسي يكون متقدم قليلا، وهذه نصيحة يعني كالمعرض العرض عفوا يكون سموذ، يمر بشكل سلس وجيد جدا، خاصة أن لديهم الخبرة في نقل هذه العروض الرائعة. بالتالي كما قلنا UFC حاليا ليلة جيدة جدا، ستكون محطة رائعة مستقبلا. وهنا نأتي لحديثنا للعرض الرئيسي لهذا العرض، وهو تشيمايف ضد روبرت وايتاكر. تشيمايف ضد روبرت وايتاكر يعني تعتبر القتال الأول لتشيمايف، قد نقدر نقول ضد مقاتل من فئة الميدل ويت حقيقي، يعني مع أنه روبرت وايتاكر بوبي يمكن القول أنه كان سابقا مقاتل والتر ويت، لكنه نام بشكل رائع جدا في الميدل ويت، قاتل لمدة طويلة في الميدل ويت، كان بطلا سابقا لهذه الفئة ودافع عن لقبه لم تكن الذاكرة، واجه الكثير من المصنفين الرائعين الذين كانوا أكبر منه حجما أو ربما أكبر منه قوة، ومع ذلك هزمهم. لم يستطع، كان لديه المشكل الوحيد هو أديسانيا، وحتى خسارته ضد دوبليسيس ربما كان نفسيا غير قادر، لأنه تمكن تقنيا وذكاء قتاليا من دوبليسيس، خاصة لما شاهدنا الأخير ضد قتالي الذي فاز باللقب ضد ستريكلند. وهنا نأتي لحمزة شيمايف، قتاله ضد مخضرم وإن فاز عليه سيمنحه فرصة كبيرة وأحقية للقتال على اللقب بعد أديسانيا مستقبلا. هنا يجب عليه تدريب جيدا، عليه انتهاج القتال بشكل رائع جدا، لا ينتهج ذلك الأسلوب الذي رأيناه ضد بيرز وضد عثمان قمر الدين عفوا كامارو، يعني الطريقة تلك أنك تواجه ضربة بضربة وتحصل على أهازيج الجماهير والفرحة وما إلى ذلك وتسير في تلك الموجة، يعني سيكلفك الأمر غاليا. حمزات دخل المنظمة بهايب كبير جدا أنه ينهي قتالته في الجولة الأولى، أنه يطغى على جميع خصومه، dominating every opponent، لا يترك مجالا لخصمه للتحرك والتنفس، لكن حاليا يجب عليه معالجة مشكلة التنفس والرتم العالي الذي يقوم به، ثم يتعب في جولات الأخيرة. وأيضا لكي لا ننسى، هذا أول قتال له لخمس جولات، يعني ضد مخضرم مثل وايتاكر يمكنك الذهاب لخمس جولة، وهنالك سيغرقك إن لم تكن محضرا تحضير جيد جدا لهذا القتال. ثانيا، لما نتكلم عن مستوياته التي قام بها ضد عثمان وضد بيرنز، هو استهتاره أولا ضد بيرنز بخصمه، ثم كما قلنا دخل موجة الهزاج الجماهير وسيره على ذلك النهج أنه يمتع الجماهير، يعني لن تكون بطل إن متعت الجماهير حقيقة، ستخسر، ولما تخسر هذه الجماهير بالذات التي كانت تهتف لك ستتركك في أول الطريق. رقم 2، كما قلنا وايتاكر لديه قوة وثقة وذكاء خاصة على الواقف، لو تدخل معه بتلك الطريقة التي دخلت في آخر الجولة ضد عثمان أو بيرز ستسقط، خاصة أمام الكومبو الرائع المشهور الذي ينهيه وايتاكر بليفت هاي كيك، يعني الوحيد الذي نجا منها هو إسرائيل أديسانيا. كل المقاتلين تقريبا 90% من واجهوه يا إما سقطوا بها يا إما أثر عليهم يا إما أخل بتوازنهم. هنا يجب عليك اعتماد على مصارعتك. وايتاكر ليس بالرجل الضعيف على الأرض، يعني هو مقاتل جوجوتسو محترم، مصارع محترم، كان ينتهج المصارع في عديد من المواجهات التي استطاع الحصول على تايك داونز وإن وقام يا إما بالغان باو، يعني مقارنة بحمزة صحيح ليس بذلك المستوى، لكن أعتقد أن حمزة لن يجد السهولة كما فعل مع المقاتلين الأولين. هذه هي قتالك ضد النخبة، يعني رأيناه الصحيح حصل على تايك داون في الجولة الأولى وسيطرة تامة على عثمان، مع ذلك لم يستطع في الجولة الثالثة، بيرز لم يستطع أخذه للأرض بتاتا، كان خائف من الجوجوتسو بما أننا نعلم أن مستوى بيرز في الجوجوتسو مستوى عالي جدا جدا، كما قلنا لحمزات نقاط ضعف وهي قتاله على الواقف، نقاط قوة قوية جدا وهي الهيمنة على الأرض، الأسلوب المصارعة الهجومية غانون باود الشرس يمكنه من الوقوف مع أعتى الأقوياء، لكن أرى أنه لو فاز
حمزات بهذا القتال بمستوى رائع جدا، لا يترك للناقدين أي نقطة ينتقدونها، ينهي القتال إن استطاع في الجولة الثانية أو الأولى، لكي لا يقولوا أننا لم نره كيف تحسن في الجولة الأخيرة، يعني الجولة الثانية الثالثة إن استطاع إنهاءه. أنا لا أقول أنه لا يجب عليه إنهاءه في الجولة الأولى، لكن لكي لا يترك نقطة للشك من طرف المنتقدين والكارهين، هنا أرى أنه بنسبة عالية جدا إن فاز أديسانيا سيحصل على القتال يعني اللقب، وإن فاز دوبليسيس قد يكون بينه وبين سنيكلند الله أعلم، لكن هذه فرصته. أتمنى أن يحضر جيدا للقتال، أتمنى أن يكون في كامل قواه الجسدية وكامل قواه العقلية، أن يكون الريتم تاعه قد عالجه وعالج مشكلة النفس خاصة لما يسقط في وينخفض في الجولة الأخيرة. هنا إن أتى تقريبا على الأقل 90% من حمزات شيمايف الذي نعرفه له نسبة 60-70% سيفوز بهذا القتال. لا أحد سينكر عليه أنه فاز على مقاتل صغير، مقاتل ليس من هذه الفئة، الآن تقاتل بطل السابق لهذه الفئة، بطل تقريبا أقصى كل المصنفين لثلاث سنوات وكان دائما لثلاث سنوات هو المصنف الأول. لو استطعت الفوز عليه تجد نفسك على حافة القتال على اللقب بفرصة احتماليتها 90%. المنظمة تحبك، الجميع يحبك، يحبون أسلوبك المهيمن على الخصوم. أتمنى أنه ينجح بهذا الامتحان، وبالتالي ينجح العرض بأكمله كعرض أول في المملكة العربية بمستوى رائع جدا، محطة أخرى جيدة جدا. لدينا أيضا قتال قرصان الأحمر بارباروسا، يعود بعد مستوى جيد جدا، نقدر نقول جيد جدا في أبوظبي، كان قتال صحيح، لم يستطع الدفاع على الأرض ضد برونو سيلفا، لكنه كان شرس على الواقف، كان خطير جدا، لديه عدة أسلحة، لو سنرى إن حسن تقنيته على الأرض هذه المرة ماذا سيفعل. يعني كما قلت كارت رائع جدا، أتمنى أن تنجح. تكلمنا بشكل خفيف على الحدثين الرئيسيين، أتمنى أن أعجبكم الفيديو، أرجو أن تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. السلام عليكم، دمتم في رعاية الله.